بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الهيد اند نيك هيشمل السوفت تيشو ستراكشرز اللي ريليتد للدفرنت نورمي اللي بتكون السكال. فكان اول اريا من السوفت تيشوز كانت منطقه السكالب. السكالب بتعرفها هي السوفت تيشو ستراكشرز اللي بتغطي النورما فيرتيكاليز اللي هي الفولت اوف ذا سكال. هذه الاريا مجموعه السوفت تيشوز تتكون من خمسه ليرز تتبع بعضها بعضا. السوبرفيشال سليريرز كانوا اتاتشد مع بعض فيرملي تايتلي وكانوا بيتحركوا بسهوله على الطبقه الرابعه. طب عاوزين نعرف تركيب الليرز اوف سكال المختلفه. هنقول ان كلمه اسكالب كلمه مكونه من خمس حروف اس وسي واي وال وبي. اذا فكينا الخمس حروف ديت تطلع هي الديفرنت ليرز اوف ذا سكال. ده توب فيو للكاب اوف ذا سكال. هنشوف السوفت تيشو اللي مغطيهم. اول لاير هي كانت السكين، اللاير اوف ذا سكين. تحت منها على طول فروم سوبرفيشال تو ديب كانت الكونكتيف تيشو لاير بحرف السي. اللاير الثالثه بحرف الاي اللي هي كانت الابونيروسز اوف ذا ايبيكرينيوم، سموها ايبيكرينيال ابونيروسز. اللاير الرابعه بحرف ال وكانت تقع تحت اللاير الثالثه وكانت مكونه من لوس ايرولار كونكتيف تيشو بحرف ال. اما اللير الخامسه فكانت البريوستيوم اللي مغطي الكرينيوم، فعشان كده بعض الناس يحبوا يسموها قوي بريكرينيوم، لان الكرينيوم زي ما احنا خدنا هو البوسترو سوبيريور بارت اوف ذا سكال. طيب دي كانت الخمس طبقات اللي بتكون ايه اللايرز اوف ذا سكالب. الطبقه الثالثه اللي هي الابيكرينيال ابونيوروسز، الطبقه الثالثه الطبقه الوسطانيه دي. هذه الطبقه هي عباره عن كونكتيف تيشو لاير، عباره عن دنس كونكتيف لاير او جزء من الديب فاشيا. طب كانت بتوصل مين بمين؟ كانت بتوصل مجموعه عضلات، اما عضلتين قدام وعضلتين ورا. العضلتين اللي قدام ريليتد للفرنتال بون والعضلتين اللي ورا ريليتد للاوكسيبتال بون، وكان اسمهم مع بعضهم الاوكسيبتو فرنتاليز. الاوكسيبتو فرنتاليز هي عباره عن عضله تقع في السيرد لاير، في السيرد لاير اوف ذا سكالب، مكونه من تو فرنتال بيلز من قدام وتو اوكسيبتال بيلز من ورا، هيوصل بينهم الايبيكرينيال ابونيوروسيس. طيب اذا هنتكلم على ليرز اوف ذا سكالب بطريقه ثانيه هنتكلم عليها من تحت لفوق. فادي كانت الكاب اوف ذا سكال، وادي الطبقه الاولى اللي هي البري اوستيوم، الطبقه اللي فوق منها اللوس ايرولار كونكتيف تيشو، الطبقه اللي فوق منها كانت الابيكرينال ابونروسز، الطبقه الثانيه من فوق او الرابعه من تحت هي الكونكتيف تيشو لير، واخيرا الطبقه الخامسه اللي هي السكن. الطبقه الثالثه نحب نركز عليها تاني اللي هي الابيكرينال ابونروسز، كانت بتوصل عضلتين ببعض. عضلتين دول لها تو بوستيريور بيلز اسمها اوكسيبتال بيلز، ادي الاوكسيبتال بيلي هتوصلها بالفرنتال بيلي. طيب اذا حبينا نتكلم دلوقتي على اللايرز اوف ذا سكالب بتفصيل اكتر شويه، كان السكين مواصفاته ايه؟ السكين بتاع السكالب اذا مسكناه بايدينا وحسسنا عليه وشفناه هنلاقيه له المواصفات الاتيه: انه سك، واحد، اتنين هيري في شعر، ماشي، ثلاثة مليان عدد كبير من السبيشالز جلاند واللي هي الفاتي جلاند والسويت جلاند. الطبقة الثانية اللي هي الكونكتيف تيشو لير. الكونكتيف تيشو لير دي عبارة عن لوبيولز اوف فات متجمعة مع بعضها وبتشتغل كميديوم قاعد فيها البلاد فيزلز والنيرفز اللي بيغذوا السكال. أما الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة اللي هي الإبيكرينيال أبونيوروسز، دي عبارة عن دنس شيت اوف كونكتيف تيشو بيوصل الفرونتال بيلي بالاوكسيبتال بيلي للعضله السكالب الوحيده اللي اسمها اوكسيبتو فرونتاليز. الثلاث طبقات دول مع بعضهم سكين وكونكتيف تيشو لير والابيكرينال ابونيروسز متصلين ببعضهم فيرملي تايتلي ادهرنت تو ايتش اذر، يتحركوا مع بعض في حركه واحده لانهم فوق الطبقه الرابعه لانهم متصلين ببعض اتصال قوي جدا. اما الطبق الرابع فلوس ايرولار كونكتيف تيشو متغطي على البريوستيوم اللي هو عباره عن سيم ممبرين بيغطي الكاب اوف ذا سكال البريوستيوم، وهذا الممبرين يحمل البلاد فيزلز والنيرفز الى البونز اوف ذا سكال كاب. نيجي العضله بتاعتنا، العضله الوحيده في السكالب اللي اسمها اوكسيبتو فرونتاليز مصل، لها تو بيلز اوكسيبتال بيلي وفرونتال بيلي. الاوكسيبتال بيلي عددهم اثنين، الاوكسيبتال بيلي سيبرت عن بعضهم، اما الفرونتال بيلي ففيوزد توجذر من الامام. ناخد الاورجن والانسيرشن ونيرف سبلاي والاكشن لكل جزء من هذه الاجزاء. الاوكسيبتال بيلي اورجن بتاعها
from the highest nuchal line. فاكرين ال highest nuchal line اللي كان قاعد فوق السبيرو النيوكال لاين بنص سنتي وكان طالع من الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس. الانسرشن بتاعها هتروح تمسك قدام في البوستيريور بوردر اوف ذا ايبيكرينيال ابونيروسيس. طيب الفرنتال بيلي هتطلع من الانتيريور بوردر اوف ذا ايبيكرينيال ابونيروسيس وتحط الانسرشن بتاعها في السكن اباف ذا ايبراو اللي هو فوق الحاجب. ده الاتاتشمنت. كلمه اتاتشمنت يعني الاوريجن والانسرشن. نيرف سبلاي اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليز ماسل الاوكسيبتال بيلي والفرونتال بيلي هياخدوا نيرف سبلاي من برانشز من الفيشال نيرف. مين الفيشال نيرف ده؟ الفيشال نيرف هو العصب السابع. سابع لايه؟ اعضاء الاعصاب في الجسم نوعين اثنين، في كرينيال نيرفز خارجه من المخ وفي سباينال نيرفز خارجه من السباينال كورد. الكرينيال نيرفز اللي خارجه من المخ كان عددهم 12 بير، الرقم 7 فيهم كان بيغذي عضلات الفيس والسكالب واسمه الفيشيال نيرف اللي هو العصب السابع. فهنا العصب السابع اللي هو الفيشيال نيرف كان بيغذي الاوكسيبتال بيلي عن طريق برانش منه اسمه بوستيرور اوريكولار، اما الفرنتال بيلي فكانت بتتغذى عن برانش اخر من الفيشيال نيرف واسمه ال temporal branch of the facial nerve. طيب ده بخصوص layers of the scalp. الجزء الثاني من السكالب كان علاقه هو الكلام عن البلاد سبلاي. كلمه بلاد سبلاي هذا المقطع التشريحي، هذا المصطلح التشريحي يعني حاجتين اثنين، يعني arterial supply ويعني venous drainage. الarterial supply of the scalp، السكالب بيتغذى بخمسه arteries من قدام لورا، ثلاثه منهم in front of the auricle اللي هي صوان الاذن واثنين منهم behind the auricle كالاتي. ادي منظر للسكالب، ده منظر للسكال، شيل منها الاسكاب ونشوف البلاد فيزلز اللي ماشي. جاي واحد، اول واحد جاي من قدام، جاي من الاوربت، طالع من الاوربت، من الاوربت من خلال نوتشز، من خلال اريا صغيره تقع على على الزاويه اللي هو الابر ميديال انجل اوف ذا اوربت. هيطلع منها السوبرا تروكليار نيرف، هيمشي سوبرا تروكليار ارتري، هيمشي ابورس اند باكورس. هذا السوبرا تروكليار ارتري خرج من الاوربت من فوق فايبرو كارتليجنس بكره ليفيه غضروفيه قاعده في الميديال وول اوف ذا اوربت وبيخرج من فيها الارتري. جاي منين الارتري ده؟ جاي من شريان كبير قاعد جوه الاوربت واسمه اوفثالميك ارتري. ده برانش منه. هذا الشريان يمشي ابوردز اند باكوردز اكروس ذا سكالب وبيغذي المناطق اللي معدي عليها. يوجد هذا الشريان ات ذا سايز اوف ميدل لاين بحوالي 1 فينجر بريتس. طيب هيطلع من النقطه ديت من نوتش اسمه سوبرا اوربيتال نوتش، ده في السكال، اما في الليفنج هيتقفل بليجمنت وتحول الى سوبرا اوربيتال فورامين. هيخرج منه شريان اخر اسمه سوبرا اوربيتال ارتري. السوبرا اوربيتال ارتري هو انذر برانش من الاوفثالميك ارتري يمشي ابور في كرسي موازي للسوبرا تروكليار ارتري ويقع على بعد 1 فينجر منه، يعني حوالي 2 فينجرز من الميدل لاين. الشريان الثالث اللي رايح يغذي السكالب جاي من ارتري كبير في النك اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، والشريان ده اسمه سوبرفيشال تيمبرال ارتري، يمشي فوق الزيجوماتيك ارش ويتفرع الى ثلاثة برانشز انتيريور وميدل وبوستيريور تيمبرال برانشز تغذي المنطقه في السكالب اللي في الميدل بارت اوف ذا سكالب اللي هي قاعده على البارايتال بون. دول الثلاث شرايين اللي امام الاوريكل. الشريانين اللي ورا الاوريكل كان اول واحد فيهم مباشره بيهايند ذا اوريكل واسمه بوستيريور اوريكولار ارتري، وده ايضا انذر برانش من ارتري كبير جاي من النك اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. الشريان الثاني اسمه اوكسيبتال ارتري، ده شريان اخر من الاكسترنال كاروتيد ارتري. الحد الفاصل بين الاثنين هو الماستويد بروسيس. الاوكسيبتال ارتري هيغذي البوستيريور بارت اوف ذا سكالب في الاريا اللي قاعده على الاوكسيبتال بون. طيب منظر اخر بعد ما نرسم الهيد والنك كامله، هنيجي نشوف الشريان بتاعنا السوبرا تروكليال ارتري، يلي منه لاترال له السوبرا اوربيتال ارتري ثم السوبرفيشال تمبرال ارتري. الرابع دول الثلاثه دول بيهايند ذا اوريكل، الرابع بيهايند ذا اوريكل، دول ان فرونت اوف ذا اوريكل، الرابع اللي هو بيهايند ذا اوريكل اللي هو البوستير اوريكولار ارتري يلي الاوكسيبتال ارتري. ده كان الارتيريال سبلاي اوف ذا سكالب. طب ماذا عن الفينس درينج اوف ذا سكالب؟ السكالب الفينس درينج، الفينس سيركوليشن بتعود منه عن طريق خمسه فينز ماشيه ان لاين ويز اند بارلل تو ذا ارتريس كالاتي. ادي عندي هنا السوبرا اوربيتال فين ماشي مع السوبرا تروكلر فين ماشي مع السوبرا
تروكلير ارتري، هيلتقي مع فين اخر يقع لاترال له اسمه سوبر اوربيتال فين، بالظبط يحملوا نفس اسماء الارتريز المناظره. التو فينز هيمشوا وهيتحدوا مع بعض عند الميديال انجل اوف ذا اي ويكونوا فين مشترك. هذا الفين يمشي اوبليكلي ان ذا فيس ويعدي على ثلاثه انجلز، انجل اوف ذا اي، انجل اوف ذا نوز، اند انجل اوف ذا ماوس. يسموا الفين ده انتيريور فيشيال فين. طب ده من قدام، من ورا شويه كان السوبرفيشيال تمبرال فين اللي كان ماشي مواجه للسوبرفيشيال تمبرال ارتري بيجمع مع فين تاني يتحد معاه اسمه ماكزيلاري فين، احد الفينز الموجوده في الانفرا تمبرال ريجن. هيكون فين صغير يمشي في الفيس من ورا هيسموه بوستيريور فيشيال فين، وفي نفس الوقت يقع بيهايند ذا ماندبل فبيسموه ريترو مانديبولار فين، يدخل جوه السبستانس اوف ذا باروتيد جلاند وهناك هينقسم الى تو فينز، تو ديفيجنز، انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن اوف ذا ريترو مانديبولار فين هيتحد مع الانتيريور فيشيال فين وهيكون الكومن فيشيال فين. اما البوستيريور ديفيجن اوف ذا ريترو مانديبولار فين اللي هو البوستيريور فيشيال هيروح يتحد مع البوستيريور اوريكولار فين، الفين الرابع اللي جاي من ورا وماشي مع الارتر المناظر له، وهيكون واحد من اشهر الفينز في الهيد اند نيك اللي اسمه اكسترنال جاجولار فينز. الفين الخامس اللي هو اسمه اوكسبتال فين ده بينتهي في مصير من اثنين، اما انه ينتهي مباشره في الانترنال جاجولار فين او ينتهي في بلكسس اوف فينز في اسمها سب اوكسبتال فينس بلكسس اوف فين. فاذا حبينا نقول سمري للفينس درينج اوف ذا سكالب، ادي عندي السوبرا تروكليار فين اتحد مع السوبرا اوربيتال فين علشان يكونهم الانتيريور فيشيال فين، في نفس الوقت السوبر فيشيال تيمورال فين اتحد مع الماكسيلري فين وكونهم الفين الشهير اللي ماشي في البوستيريور بارت اوف ذا فيس اللي اسمه بوستيريور فيشيال، وفي نفس الوقت هو ريترو مانديبولار لانه ماشي خلف المندول. طيب البوستيريور فيشيال هو الريترو مانديبولار هيدخل جوه السبستانس اوف ذا باروتيد جلاند، هناك انقسم الى قسمين اثنين انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن اوف ذا انتيريور فيشيال فين الانتيريور فيشيال فين هيتحد مع الانتيريور ديفيجن اوف ذا بوستيريور فيشيال فين علشان يكونهم الكومن فيشيال فين، والكومن فيشيال فين ده انتهى في الانترنال جاجولار فين. طيب البوستيريور فيشيال فين البوستيريور اوكلار فين هيتحد مع البوستيريور ديفيجن اوف ذا ريترو مانديبولار فين علشان يكونهم اشهر فين في الهيد اند نيك اللي اسمه اكسترنال جاجولار فين اللي هينتهي في السبكليفين فين. اما الاوكسيبتال فين اللي هو الفين الاخير من مجموعه الفينز اللي بتمثل الفينس درينج اوف ذا سكالب فينتهي في مصير في الاثنين، المصير الاول اما في السب اوكسيبتال فينس بلكسس والمصير الثاني احتمال ده او ده في الانترنال جاجولار فين. طب بخصوص النيرف اوف ذا سبلاي اوف ذا سكالب، السكالب منطقه غنيه جدا بالنيرف سبلاي، والنيرف سبلاي اوف ذا سكالب بيكون عن طريق 20 نيرف 10 على كل جانب. ال 10 دول كان منهم خمسه ان فرونت اوف ذا اوريكل وخمسه بيهايند ذا اوريكل، كل خمسه منهم اربعه سنسوري وواحد موتور. كان توزيعتهم كالاتي، ده منظر توب فيو للسكالب، دي الاوريكل ودي النوز، ناخد فروم ميديال تو لاترال من انتيريور تو بوستيريور. فده كان اول نيرف يقابلني هو السوبرا تروكليار نيرف، النيرف الثاني اسمه سوبرا اوربيتال نيرف، النيرف الثالث اسمه زيجوماتيكو تمبرال نيرف، النيرف الرابع اسمه اوريكلو تمبرال نيرف، النيرف الخامس اسمه تمبرال برانش اوفيشال نيرف. النيرف الاول اللي اسمه سوبرا تروكليار نيرف والتاني اللي اسمه سوبرا تروكليار نيرف، التو نيرفز دول يا جماعه دولت كانوا عباره عن برانشز من نيرف اخر اسمه فرونتال برانش جاي من اوفسالميك نيرف، وده واحد كان من ثلاث فروعات طالعين من التراجمنال نيرف اللي هو الفيفث كرينيال نيرف. اما الزيجوماتيكو تمبرال نيرف ده كان اللي هو رقم ثلاثه، ده كان برانش من الزيجوماتيك نيرف اللي هو برانش اخر من الماكسيلاري نيرف اللي كان بدوره احد ثلاثه برانشز من الترايجمنال نيرف اللي هو الفيبس كرينيال نيرف. اما النيرف الرابع اللي اسمه اوريكلو تمبرال نيرف ده كان برانش من
ال posterior division of the mandibular nerve، وده كان الفرع الثالث للترايجيمنال نيرف اللي هو كان احد ثلاث برانشات من الترايجيمنال نيرف. لاحظ ان الاربعه الاولين دول كانوا sensory nerve، كل واحد فيهم هيمشي يغذي على مغذي المنطقه اللي هي ماشي عليها من السكالب. النيرف الثاني الخامس بقى ده كان اسمه temporal branch of facial nerve، ده كان بيور موتور نيرف وده كان احد برانشات الفيشال نيرف وكان بيغذي العضله اللي اسمها فرونتال بيلي اوف ذا اوكسيبتوم فرونتاليس. دول كانوا الخمسه نيرفس اللي ان فرونت اوف ذا اوريكل. طيب ماذا عن الخمسه نيرفس اللي ماشيين بيهايند ذا اوريكل؟ اول واحد ماشي مباشره خلف الاوريكل واسمه جريت اوريكولار نيرف، الثاني ليسر اوكسيبتال، الثالث جريتر اوكسيبتال، الرابع اسمه سيرد اوكسيبتال، اما الخامس فكان اسمه بوستيريور اوريكولار. الرسمه دي في الحقيقه ما بتمثلش الترتيب الطبيعي بتاعهم، لكن هي ان حاجه دايجراماتيك علشان بس نبين فقط الى ان في البرانشز اللي رايحه للسكالب فروم بيهايند ذا اوريكل خارجه من خمسه نيرفس، اربعه منهم كانوا موتور كانوا سنسوري واما الاخير كان موتور. اذا جينا نشوف الترتيب والشكل الطبيعي بتاعهم على السكالب فهنرسم سايد فيو للسكالب. من سايد فيو للسكالب ادي عندي الاسترنوماستويد مصل، عضله جايه في النك بتقسم النك الى جزئين اثنين وبتصل لحد بيهايند ذا اوريكل في بروز اسمه ماستويد بروسس. اول نيرف اسمه سوبرا تروكليار نيرف، النيرف ده كان احد زي ما قلنا كان احد البرانشز اوف ذا اوفسالميك نيرف اللي كان بدوره كان برانش طالع من الترايجيمنال نيرف كان بتغذي السكالب في المنطقه اللي تصل حتى مستوى الكورونال سوشر. النيرف الثاني ماشي لاترال له واسمه سوبرا اوربيتال نيرف. نلاحظ ان كل من هذه النيرفز ماشيه مع الفينز والارترز اللي تحمل نفس المسميات. النيرف الثاني اللي هو السوبرا اوربيتال نيرف يمشي مشوار اطول شويه ربما يصل لحد مستوى اللامدويد سوتشر. النيرف الثالث من اسمه زيجوماتيك وتمبرال نيرف، ده خارج من برانش اسمه زيجوماتيك نيرف كان احد برانشات الماكسيلاري نيرف، والماكسيلاري نيرف ده كان البرانش رقم 2 اللي طالع من التيروجيمينال اللي هو الفيفث كرينيال نيرف. خرج الزيجوماتيك برانش اوف ماكسيلاري نيرف اتفرع لفرعين اثنين، زيجوماتيك وتمبرال نيرف ده كان رايح يغذي المنطقه اللي في السكالب اللي من باديه من يعني اللي هي جاست اباف ذا زيجوماتيك اند تمبرال بارت تمبرال بونز. العصب الرابع السنسوري اللي كان اسمه اوريكولو تمبرال، ليه سموه اوريكولو تمبرال؟ زي الزيجوماتيك وتمبرال كده كان ماشي على الزيجوماتيك والتمبرال بون، اما الاوريكولو تمبرال نيرف كان ماشي ان فرونت اوف ذا اوريكل وطالع على التمبرال بون في طريقه الى السكالب. ده كان برانش من المانديبولار نيرف وده كان الفرع الثالث من فروع ال تراجمنا النيرف اللي هو الفيسكرين النيرف. دول الاربعه السنسوري ان فرونت اوف ذا اوريكل. امال فين الموتور؟ الموتور كان نيرف اسمه تمبرال برانش اوف فيشال نيرف وده كان موقعه الطبيعي فعلا كان بيقع امام الاوريكلو تمبرال نيرف وكان بيغذي الفرونتال بيلي اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليس. طيب اما النيرفز اللي ماشيه للسكالب بيهايند ذا اوريكل فكان اول واحد فيهم جاي من تحت. جاي من تحت من نقطة تقع behind أو تقع at behind the middle of posterior border لعضلة شهيرة اسمها الاسترنوماستويد. النيرف ده اسمه جريت اوريكولار نيرف والنيرف ده كان طالع من C2 و3 يعني من السيرفيكال بليكسس. من الملاحظ أن الأربعة نيرفز in front of the oracle كان برانشز من الترايجيمنال نيرف، أما السنسوري برانشز اللي behind the oracle كانوا من برانشات السيرفيكال بليكسس. مين هي السيرفيكال بليكسس دي؟ السيرفيكال بليكسس هيشكلها الأبر فور سيرفيكال نيرفز، أول واحد فيهم كان اسمه الجريت اوريكولار C2 و3. هيمشي كورس تورشوس على شكل حرف الإس. طالع من from the middle point behind the posterior border of sternomastoid muscle وماشي معدي على السكن فوق الباروتيد معدي behind the oracle رايح في طريقه للسكالب. الديستريبيوشن بتاعه كان كالاتي، يغذي حته من السكن فوق المندبل، هيغذي حته من السكن فوق الباروتيد جلاند، هيغذي جزء من السكن behind the oracle يعني بيمشي اللور هاف من اللاترال والميديال سايد اوف ذا اوريكل ثم يطلع على السكالب بيهايند ذا اوريكل يغذيها.
النيرف التاني اللي رايح يغذي السكالب طالع من نفس النقطة وكان اسمه ليسر اوكسيبتال نيرف، وده كان طالع من C2 ماشي بارلل تو ذا بوستيريور بوردر اوف ستيرنوماستويد، ورايح يغذي المنطقة في السكالب اللي بهايند ذا اوريكل اللي بعد منطقة حدود ونفوذ الجريت اوريكولار نيرف. النيرف الثالث ده أكبر كيوتينيوس نيرف في الجسم، طالع من C2 ويغذي المنطقة في السكالب اللي تقع لاترال للميدل لاين. أما النيرف السنسوري الأخير فهو السيرد أوكسيبتال نيرف، السيرد أوكسيبتال نيرف ده رايح طالع من السكين اللي مباشرة فوق الإكسترنال أوكسيبتال بروتيوبرانس، وكان ده بيغذي السكالب اللي على منطقة الميدل لاين. من الملاحظ ان الاربعه نيرفز ديت كانوا سنسوري نيرفز وهي من برانشز اوف ذا سيرفيكال بلكسس. اما النيرف الموتور الاخير فهو كان اسمه البوستيريور اوريكولار نيرف، وده كان احد البرانشز اللي خارجه من الفيشيال نيرف اللي هو العصب السابع بعد ما خرج وغادر السكال عن طريق الستايلوماستويد فورامين، وكان بيغذي الاوكسيبتال بيلي اوف ذا اوكسيبتو فرانتاليز.